نحب نحيه، يعني ما عادش حاجتي بيه الدواء العصاب، الدواء غالي ما عادش نوصل نشريه، وهذا يبارك باكو. كنت نشري فيه بكاية فلوس، بنتي حطمت يعني الباك ما قريتهاش حتى وصلت تي. مسكينة عامين تمشي تعاود وفي الآخر بطلت، صدقيني تعبت برشا. صدقيني تعبت برشا. اخواته تضرب يقول زعما ضربوني، يحب حاجه نحبو ينطق ما نعطيهولوش، قال يقول شنية، نقول له اي منقول لي هذيك شنية، يحل الفريجيدير ويبدا يهز ويلوح ويقول لي هذيك نحب، حتى الترسيم ما رسمتوش، يمشي يقرا كاكا يدخل يقرا ويروح. تعبت والله، تعبت برشا، تعبت. نتغشش نعيط ساعات، نولي انا نضرب روحي، انا والله اني نضرب روحي، شد نبدا نشلبقي روحي وهو يخليه يبكي يعمل هو، وانا نبدا نبكي ونضرب في روحي، يوتر لي اعصابي ما نضربش. بعد يجي يقول لي ماما سامحني، عملت حاجات راني ماما سامحني، كان ما تسامحيش يكسر علي الدار، يبدا يعيط ويسيح، لازم نقول له سميح. شنعم هاني صابره معاه وكاهو. شنعم هو شنيا المرض اللي عند ولدك؟ هو مريض، قالوا لي عروق راسه ضعاف، دخلوا له دواء الاعصاب، دخلت له طبيب النفساني، توا كنت احب نحيه، اني يعني ما عادش حاجتي بيه دواء الاعصاب، علاش ملي عمره وانا 3 سنين وانا نعاني فيه، للسبيطارات، للطبيب بالفلوس، ما عادش نوصل نرجع للسبيطارات، الياسمينات، الراب. بعد هاني تو في طب المدرسة، هزيت بالفلوس 75,000 زيت، الدواء غالي ما عادش نوصل نشريه، تعبت معاهم وهاني شادة وش نعمل، تعب دواء الأعصاب سحبيس، شوفي كيفاش ها ناخذ له فيه، وهذا يبارك باكو. كنت نشري فيه بكاية فلوس، نشريهولو بتاع شهر كامل 100 واش، معاها السيرو، مع هذاك راح ربش سيرو، ما عادش نص والله اختي، ما عادش نص بالحق، ما عادش نص، تعبت وما عادش نص. توا خرجت نخدم على جاله هو باش نداوي ونعاود، وما ريت شي دواء، ما لقيتش حتى واحد عاوني عليه، لقيت حتى واحد هز معايا ايدو قف كاريا، عندي بنيه وولايد اخري، ما عادش. بنتي حطمت يعني الباك ما قريتهاش حتى وصلت تي، مسكينة عامين تمشي تعاود وفي الآخر بطلت، قالت لي ما عادش نعاود، ما خديتوش، ما وصلتش نقراو تيتا باش نشي دواء لولدي والفازيتا لولدي وكاري راجع عامل يوم، ما وصلتش. صدقيني تعبت برشا. أول ما فقت بيه اللي هو معناتها مريض، كيفاش تعاملت معاه؟ ما تكلمش قريب 3 سنين ما تكلمش. معناتها أول العوامل اللي ظهرت إنه هو معناتها وصل ل3 سنين وما تكلمش. يبدا حاجته بحاجة يقول إخواته تضرب يقول زعما ضربوني، يحب حاجة نحبه ينطقها ما نعطيهولوش، قال يقول لي شنية، نقول له أي منقول لي هذيك شنية، يحل الفريجيدير ويبدا يهز ويلوح ويقول لي هذيك نحب هذيك. جبته للنطق، زيت الياسمينات، سبيطار، كل شيء. عديت ومن بعد بعثتني لهنا، عديت في طبيبة النطق وهزيت الطبيب بالفلوس للنطق في حمامنا كيف هزيته في العمران طبيب بالفلوس كيف من بعد وليت رجعت معاش نص. أكيد أول مدة ما عرفتش كيفاش تتعامل معاه، كيفاش حاولت أنك تتعلم تتعامل معاه؟ نجيب السياسة، بعد وليت نعيط، يبدا هو ما يفهمنيش، نبدا نعيط عليه هاي مشنو، من بعد بديت نفهم فيه تو نكلمه بالسياسة بشوي، ما يحبش الكشة، ما يحبش حاجات برشا، حطي برشا حاجات ولد، شوفي تبارك الله 14 سنة تو ولد، 2009 مولود، توا في المكتب، ما همش ينجحوا فيه، ما همش كي وليت قويت ولا توا السنة ينجحوه، توا في السيزيام ولد. معناها قسم هو خلاوه ديما معناتها في القرايه فيك؟ عامين، السنة الثانية بعامين، السنة الثالثة بعامين، الرابعة بعامين.
معناتها كل عام هما هو يقرا يخليوه عامين. ما يعرفش يقرا يدبلوا لي فيه. ما يعرفش يقرا التوا التوا يعني كي هزيت الاوراق وبديت نعيط على المدير وقلت له ولدي يعني عنده حق كيفاش دبلوا لي وانا نخسر يعني كل شيء ولا عم نولوا سنين الشحول. عدوا لي الخامسة عدوا لي السيزين يجوني كارني ابيض يبعثوه اللي فيه حتى شيء. ما فيه حتى شيء ابيض. حتى الترسيم ما رسمتوش يمشي يقرا كاك يدخل يقرا ويراو ما شفتلوش حل معناتها في مؤسسة أخرى. ما لقيتش أنا ما لقيتش شكون عاوني ما لقيت حد. أنا صحيح مانيش قاري رشنا وما لقيتش شكون عاوني عليه جملة حتى حد. حتى مشيت للمرشد قلت له يعني ظروفي ما تسمحش ناخذ في الدواء وكل شيء راني كاري وكل شيء. قال لي أنت تنجم تخدم على روحك. قال لي احنا نعطوا لك العين هذيك نعطيها لل هاك 200 دينار نعطيها للي العزوز مش ليك انت تاخذه ما تاخذيهاش انت صدقيني مش شباك حتى الورقه اللي خذاه تاع ولدي ما خذاهاش تاع ولدي جم. كان فما مسؤولين قاعدين يتفرجوا فيك تاوي كمان دام شنو تحب تقول لهم ولا توصل لهم صوتك؟ ماذا بيا تعبت والله تعبت برشا تعبت حتى ماكلة تعبت فيها. عنده ماكلة خاصة هو ياكلها؟ حبيبة تشرط عليا تقول لي اعطي الفاك يعطيك الحاجات القويين باش عرق راسه تتقوى وينجمي. ما وصلتش ما نجمتش ما نجمتش كارية ما نجمتش تعب تعب برشا. كان حبوا يعاونوني عليا يرحم والدي والله تعبة 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 بالحق تعبة مع ولدي برشا تعب. هنا تو حتى الكتب مكرديته باش القري ولدي قلت له ما تعودش السيزيام ما تمشيش تقرا فك عليا خل نحطك في حاجة حتى تمشي حجام حتى حجام بحذايا اللي نقول له يقول لي لا. أما تعب تعب اللي يعرف حاجة يرحم والدي يعاوني عليه يحطوا لي في الصالة يحطوا لي في حاجة واللي يحب يعاونه يرحم والدي. أما تعب يقول لك تو اعطيني الفلوس نشري كل حاجه ما عنديش يولي يعيط ويسيح ويكسر لي ويضرب في روح برشا حاجات. نقول له يا ايمن والله لا عندي والله ما نقدرها ما عنديش يبدا يعيط ويسيح. نقول له يا ايمن شوفك رينا شوفك الحاجه شوف مين شوف دولة شيء ما لقيت حتى واحد عني عليه حتى واحد. اوصل لولدي تبارك الله 14 سنه حاولوني حتى في حاجه صنع حاجة هيك يعاونوني يحطوا في حاجة ما لقيتش ما لقيتش حتى واحد حتى واحد لا من فاميلي لا من برا البراني لا من حد.